فيلم Inside the Rain من إخراج آرون فيشر. الفيلم بيبدأ ببن وهو في جلسته الأولى مع دكتورة هولوي. حالته متصنفة حاجات كتير قوي زي الاكتئاب والهلوسة، وبتسأله الدكتورة عن الجامعة، وبيبدأ بن يحكي لها عن أول يوم في الجامعة لما مامته وبابا وصلوه وساعدوه يحط حاجته في السكن. وبيبدأ بن يروح أول محاضرة ليه، وهناك بيعرف نفسه لزمايله وبياخد باله من ديزي بنت زميلته شكلها حلو. وبالليل بيبقى في حفلة في الجامعة اسمها حفلة الألوان، لو الطالب أعزب يلبس أخضر، ولو مرتبط أحمر، ولو معقد يلبس أصفر. وراح بين الحفلة وهو لابس أخضر وحاول يتعرف على بنتين هناك بس سابوه مشيو. وبعدها خرج كلم مامته قال لها أنه في الحفلة، وبره بيقابل ديزي اللي بتيجي تقعد جنبه وبتبدأ هي الكلام. وبعد الكلام بيروحوا أوضة ديزي في سكن الجامعة وبتحصل ما بينهم علاقة، وبين بيبقى حابب انه يفضل معاها بس ديزي بتطرده بالذوق وبتقوله انهم مش مرتبطين ودي كانت مجرد علاقة عابرة. بين بيبقى زعلان جدا ان ديزي ما حبتوش ولا حابة تقعد معاه. وتاني يوم بعت لها رسالة انه هياخد كل الحبوب بتاعته وينتحر، وبتقرأ الرسالة وبتطلب له الاسعاف. وبيفوق بين في المستشفى على عميد الكلية برادلي وهو بيحذره ما يعملش كده تاني في نفسه، وبيسأله ليه كان عاوز ينتحر. وبين قال له ان الامر شخصي. وبعد اسبوع بين بيخرج من المستشفى وبيروح للسكن بتاعه في الجامعة، وهناك ديزي بتروح له تطمن عليه. وبين كان بيظبط مواعيد الأدوية بتاعته، ولكن لما ديزي شافتهم في ايده قالت له انها مستعجلة ومشيت على طول علشان تبلغ الشرطة انه هينتحر تاني. وبيبقى بين قاعد لبيه على عليه وبيلاقي الشرطة جاية تاخده عشان هيأذي نفسه وما بيبقاش فاهم هو عمل ايه. بنرجع لبين وهو بيحكي للدكتورة هولوي انه اتظلم جدا ومحدش رضي يصدقه زي كل مرة، واترفض من الجامعة علشان كرر عملية انتحاره مرتين ورا بعض وصنفوه انه خطر على المجتمع وعلى نفسه. وبيحكي بين ان بابا رافض يجيب له محامي لانه شايف انه مذنب. وبين بيبقى مستني جلسة الاستماع بتاعته عشان يقدم في الجلسة فيلم في تفاصيل اللي حصل معاه بالظبط عشان يثبت براءته. والدكتورة لما بتسمع فكرته بتبقى ضده وبتقوله انا من رأيي انك تبعد عن الجامعة الفترة دي، وبتوعده انها هتعالجه في 6 أسابيع. وتاني يوم بيروح بين لدكتورة هولوي وبتكتب له جرعات زيادة من الأدوية لأن بين ما بيحتاجش أكتر من 2 ساعة بس ينام فيهم، وعنده اعتقاد إنه بيمتلك قوة خارقة زي إنه يتحكم في الجو وإنه ممكن ما ينامش. وبيطلب بين منها إنها ما تكتبلوش أدوية تاني، بس الدكتورة بترفض فبيستفزها وبيقول لها إنه هيروح بالليل لنادي العراة. والدكتورة بتقول له ما يروحش لأن ده إهدار للمال وكمان هيعرض صحته النفسية للخطر، ولكن بين بيعمل اللي في دماغه وبيروح بالليل لنادي العراة. وبعد ما بيخلص السهرة بتاعته بيستنى تاكسي قدام المكان، بيلاقي في بنت من اللي شغالين في النادي حواليها شباب عمالين يضايقوها وبيقولوا لها كلام جارح، وبين بيتدخل وبيزقهم بعيد عنها وبيقول لها انه مش مصدق اللي حصل معاها بس بتقول له انها متعوده على النوع ده من المضايقات. بين بيمشي معاها علشان يوصلها وبتساله بيشتغل ايه، بيقول لها انه صانع افلام، فبتدي له الكارت بتاعها وبتقول له ان هي كمان بتصنع افلام واسمها ايما تايلور. بياخد منها الكارت وتاني يوم بيدخل على الموقع اللي كان فيه الكارت بتاع ايما وبيعرف انها بتصنع افلام فعلا بس من نوع تاني خالص. وبيروح بين لزميله اللي كان معاه في السكن وبيقول له انه لازم يشهد معاه في الجلسه، بس زميله بيفتكر ان بين مجنون زي الباقي ما بيقول، وبيتحجج ان عنده محاضره وبيسيبه وبيمشي. وبيبدا بين في كتابه سكريبت الفيلم بتاعه، واهله لما بيعرفوا بيرفضوا فكرته تماما وبيوصفوه بالمعتوه. وبعدها كل واحد بيروح لشغله، بين ما بيستحملش انه يسكت فبيروح لبابا شغله وبيقول له انه هيعمل الفيلم عشان من حقه يثبت انه ما عملش حاجه غلط، بس بابا بيبقى معاه عميل اسمه مونتي، ومونتي ده بيعجب ببين جدا وبفكره فيلمه وبياخده بره عشان يتعرف عليه. وتاني يوم الصبح بين مع بابا ومامته بيكونوا عند الدكتوره هولوي عشان تسمع منهم سلوك بين في البيت، وكلامهم بيبقى انه معتوه وفاكر ان عنده قوه خارقه وعبقري، والحقيقه عكس كده تماما، بس بين ما بيبقاش مهتم وبيفضل يبعت رسائل لإيما انه محتاجها في شغل، وبيستأذن ويمشي عشان يقابل إيما. وبيروح يقابل إيما وبيقول لها انه محتاجها في فيلم قصير عن موقف حصل معاه عشان يثبت براءته، وإيما بتوافقه موافقه مبدئيه لغايه ما يخلص السكريبت ويبعته لها تقراه، وبيكلمها انه مش عاوز ياخد الادويه بتاعته تاني، بس إيما بتنصحه انه يتعالج عشان يحس انه احسن. وبيروح بين للدكتوره وبيقول لها انه هيرجع ياخد الادويه بتاعته، وبيكلمها عن إيما، بس الدكتوره بتبقى هتتشل منه خلاص وبتقول له ما ينفعش ترتبط او تحب واحده بتشتغل في نادي عراه وصانعه افلام زائد 18،
بس بين طبعا ما بيهتمش لأنه دايما شايف الحاجة الكويسة اللي في الإنسان. وتاني يوم بين بيروح يقابل مونتي في بيته اللي هو جراج مامته وبيخليه يقرأ السكريبت اللي هو عمله، ومونتي بيقول لبين أنه عبقري وطريقة كتابته زي المبدعين الكبار، ومونتي بيعرض على بين أنه يصور الفيلم في الجراج اللي هو قاعد فيه توفيرا للميزانية. مونتي بيصدم بينه وبيقول له انهم محتاجين 5500 دولار عشان الفيلم يتنفذ، وبيروح بين يقابل ايما وبيخليها تقرا السكريبت بتاعه وبيقول لها انها هتلعب دور دايزي وهو هيلعب دور نفسه. بتسيبه ايما بعد ما بتخلص قرايه عشان تقابل زبون عندها، والصبح بين بيروح مع ايما لجلسه التصوير بتاعتها، وبعد ما بيشوفها وهي بتشتغل بيبقى منبهر بيها وبيروح يركبوا العربيه، واول حاجه بين بيقولها احنا لازم نتجوز. إما ما بتبقاش مصدقاه وفاكراه بيستهزأ بيها، بس بين بيثبت لها انه بيتكلم بجد وبياخدها معاه تقابل اهله، وإما بتبقى صريحة قوي معاهم وبتقول لها هي بتشتغل ايه وبتعمل ايه. ولما بيخلصوا خروجة اهل بين، إما بتقول له ان لو هيرتبطوا ببعض ما ينفعش انها تمثل دور دايزي عشان ما تحسش انه كان عايزها عشان شبه دايزي وبس. والصبح بيروح لدكتورة هولاي وبتحاول تقنعه ان إما مش البنت المناسبة ليه، وبيقول لها بين ان شغلها ما يهموش لانها هتتغير وكل انسان بيتغير، وبين ما بيهتمش كالعادة بالنصيحة، وبياخد ايما وبيروحوا المونتي عشان يصوروا فيديو للتبرع بالمبلغ اللي هيتنفذ بيه الفيلم، وما قدامهمش غير 14 يوم. وفي يوم الدكتورة هولوي بتلاقي بين قاعد حزين قدام عيادتها، وبتعرف منه ان حملة التبرعات فاضل عليها يومين ومحدش اتبرع غير ب 500 دولار بس، وان كده فيلمه هيبوظ ومش هيعرف يثبت براءته. وبين بيقول لها انه هيجيب الفلوس دي مهما كان اللي هيحصل، وبالليل بيسرق العملات المعدنية الكتيرة اللي اهله بيجمعوها، وبيطلب تاكسي قدام البيت وبيتخانق معاه، والسواق بينزل عشان يرمي له شنطة العملات المعدنية، بس بين بيركب في كرسي السواق وبيقفل العربية على نفسه، وبيتصل بأبوه عشان يجي يحل المشكلة دي. وبعدها بيظهر بين وهو في جناح المرضى النفسيين وبيكون حزين جدا وبيزوروه أهله وأصحابه، وبين لسه حزين ومصمم على فكرة الفيلم. وفي يوم في المستشفى بيتعرف على لينسي اللي بتبقى موجودة في المستشفى ظلم، لأن باباها هيتجوز صديقتها ومش عاوزها تبوظ له الفرح، وبين بيحكي لها عن الفيلم بتاعه وقصته وبيرتاح لها جدا، وبياخدها يوريها حركة سحرية وبيطلعها على سطح المستشفى عشان تشم هوا، ولينسي بتقول له انت عبقري ولطيف جدا، وبين بيقول لها اخيرا حد اعترف بعبقريتي. وبعدها بيروح كل واحد منهم علشان ينام، والصبح ايما ومونتي بيروحوا لبين المستشفى وبيكلمهم بين عن الفيلم وانه متاكد ان الفلوس هتجيله لغايه عنده، وبيعرفهم انه هيخرج من المستشفى بكره. ولما بيخرج بيفضل قاعد قدام الكمبيوتر وبيبقى فاضل دقيقه على انتهاء التبرع، وفي اللحظه الاخيره في حد مجهول بيدفع ال 5000 دولار الفاضلين، وبيروح بين يحكي للدكتوره هولوي وبيبقى سعيد جدا. وبيقعد بين مع بابا بالليل، وبابا بيقول له انت لو مش هتاذي نفسك انا موافق على اي حاجه تعملها، وبين بياكد له انه مش عاوز ياذي نفسه. والصبح بيبدأ اول يوم تصوير لبين وإما، وبيبقوا عاملين ديكور في الجراج زي الحقيقة بالظبط، وبيخرجوا سوا بعد التصوير، وإما بتقول له انها هتسافر ومحتاجة تعرف الفيلم هيخلص امتى علشان تسافر. بيقول لها ان جلسة الاستماع فاضل عليها 10 ايام، فاكيد الفيلم هيخلص في اقل من كده، والفيلم بيخلص فعلا وبيبقى حلو جدا، وبين وإما راضيين عنه. وإما بتعرض على بين انه يبات معاها لو حابب يروحوا الشط بكره سوا، وبتقول له ايما ان نفسها حد ياخدها على محمل الجد، وبيحكي لها بين عن انه مقدر انه بيتعب اهله وان دي اول مره يعترف بحاجه زي دي لانه واخدها على محمل الجد، وطبعا بتحصل ما بينهم علاقه. وبيروحوا الصبح سوا مطعم علشان يفطروا، وبين بيبقى عصبي جدا وبيتخانقوا على 97 سنت، وبين بيقول لها ان ده غباء انهم يضيعوا وقتهم عشان المبلغ ده. ايما بتنفجر فيه من الغضب وبتقول له ان من الغباء انها دفعت ال 5000 دولار في التبرع كمجهول عشان ما تجرحوش. بين ما بيبقاش مصدق ان ايما هي اللي دفعت له المبلغ، وبيسالها يرده لها ازاي، بس ايما بتقول له انها مش عاوزه تعرفه تاني ولا عاوزه منه حاجه. وبيجي ميعاد جلسه الاستماع وبيبدا بين يوريهم الفيلم بتاعه اللي عمله، ولكن مش بيكملوا لانه بيحس انه مفيش حاجه مهمه او هتفرق طول ما هم شايفينه غبي، وبيمشي في نص الجلسه. وبيروح وهو فرحان جدا لدكتوره هولوي وبيقول لها انه ساب الجامعه زي ما هي نصحته فعلا، والدكتوره بتقول له انا سعيده قوي بقرارك، اتفضل اطلع بره بقى عشان معايا مريض. وبيروح بين لنادي العراء اللي بتشتغل فيه ايما وبيعتذر لها عن اللي حصل ما بينهم، وقال لها انه يحب انهم يفضلوا اصدقاء. ولما بتعرض عليه انه يسافر معاها عشان يقضوا وقت سوا، بين بيرفض لانه محتاج يركز في حياته اكتر. وهنا بين فهم فعلا كلام اللي حواليه
وبياخد بنصيحتهم، وبعد سنة بيقرر انه ينفصل عن بيت اهله وبيدور على بيت جديد، وبيقابل ليندسي اللي كانت معاه في المستشفى وبيعزمها على قهوة وبيروحوا يقضوا اليوم سوا، وباين كده ان بين المرة دي بيختار صح. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.